أهلا بك، أنا ليلى حداد وتحدث إليك باسمي الخاص. علمتني الحياة أن الجرأة هي أكثر الطرق لاقتحام الحقيقة، والكلمة التي وجهتها لك الأسبوع الماضي هي الحقيقة، كل الحقيقة وليس غير الحقيقة. تحدثت إليك بإنسانية ورحمة، طلبت من شقيقك السعيد الآمر الناهي أن يرحمك وأن يفرج عنك. قال لي شعور خفي أنك تريد أن تنسحب وأنك تنتظر فقط لحظة خاطفة، نعم لحظة خاطفة كالضوء الذي يظهر فجأة في قلب السماء في الأيام التي تسوء فيها الأحوال الجوية. أردت أن أكون هذا الضوء، لكن الواقع ظلام سحيق للشعب الجزائري الذي يعاني خلف قضبان الظلال، يعاني بؤسا وعارا بسبب مجموعة أشرار انشقت عنك أو منك، وبعد مرضك أصبحت الفاعلة وأنت المفعول بك. الشعب في قلبه هموم الحاضر وقلق المستقبل وسمعته بين شعوب المعمورة. الشعب أصبح متأتأ الرأس يمشي مبكما أصما، يحاول أن يكتم الذل الذي ألحقته أو ألحقته به السياسة المتبعة منذ 19 عاما. فرضك الغرب على ضباط معظمهم لا يميز بين المبتدأ والخبر، فحملوك على دبابة إلى المرادية كرها، ووضعوك على رأس الجمهورية كرها، فاستوليت على الحكم كرها، ولفيت من حولك أسرتك وحاشيتك. دعني ألخص لك في 5 ثوان مقطعا قاله عنك مسؤول فرنسي على الملأ بإذاعة فرنسية وبسخرية مميتة. يعاني المحنط بوتفليقة من تهتهة في الكلام ولثقة في كل حرف وفي كل كلمة، يسيل اللعاب من فمه والمخاط من أنفه، فيأمر شقيقه السعيد الفريق التقني بوقف التصوير على حين غراء. لماذا يستهزئ بنا الغرب ونصمت؟ لكن في المقابل لو تفوه جزائري حر بكلمة حرة واحدة تقوم الدنيا ولا تقعد. السيد بوتفليقة، أنت وحاشيتك نشرتم بين الشعب الجزائري الخوف والجبن، ومع ذلك أشهد أنني لم أسمع جزائريا واحدا يستخف أو يستهزئ بمرضك، لأن المرض ليس عيب بل الظلم وتكميم الأفواه هو العيب. العيب هو تبذير وسرقة المال العام، العيب هو البقاء في الحكم بالإكراه لمدة 19 سنة. السيد بوتفليقة، قضيتم على الأخضر واليابس، زرعتم الحقد والكراهية بين الشعب الواحد، غرستم سياسة التجويع والتهجير والتخويف وحبس الأبرياء، كممتم الأفواه ونشرتم الفساد المالي والأخلاقي، اغتصبتم البلاد من أقصاها إلى أقصاها، أفرختم خزائنها وانتقمتم من شعبها وحطمتم مؤسساتها، حرمتم جزائري المنفى من الحضور لجنازة أمهاتهم وأبائهم وأفلاذ أكبادهم، منعتم جزائري المنفى من تقاسم أفراح الزفاف والختان بين عوائلهم. استطعتم أن تفعلوا في غضون 19 عام ما عجز فعله الاستعمار الفرنسي خلال 30 عاما. فعلتم في غضون 19 عاما ما لم يفعل الانتداب العثماني خلال 5 قرون. سلبتم إنسانية الجزائريين واقتلحتم نخوتهم ودستم على كرامتهم، وحولتم شباب الجزائر إلى أدمغة خاوية مخدرة بزطلة الحشيش وحبوب الهلوسة. لا أريد أن أخوض في السياسة وفي التحليل، الوضع في الجزائر واضح لكل الجزائريين في الداخل والخارج،
لكن إذا كان لديكم ذرة من النخوة أو قرصة من الإنسانية أو رشة من الذمير ارحلوا ارحلوا قبل أن يريد الشعب ويستجيب القدر وينجلي الليل وينكسر القيد. والله العظيم غير بياندي. برافو برافو برافو. واش قالت كاع حقيقة الشعب الجزائري ما قدرتش يقولوا، قالتها وحدة جزائرية زايدة في بلجيكا وحتى اسمها ما هوش جزائري كومبلي. نستعرب بها، هذه مرا ونص. يعني دوك لو تور تاع لي زالجيريان تاع الشعب، الشعب اللي لازم ينوض ويخرج السراقين اللي هلكوا البلاد واغتصبوها ومنهم ويحيى اي كومباني، سلال اي كومباني، سعيداني اي كومباني، لي جينيرو، مجميع سراق، مجميع سراق، وش يقولوا له هذاك بوشوارب اي كومباني، حد الاخر حداد، وهذاك اللي سرق تاع البترول خليل، وعلى راسهم السعيد وبن قدور، وعلى راسهم السعيد. هادو لازم يطيروا، ماشي يطيروا، لازم يتحبسوا في قفص صغير، واحد يرقد فوق واحد كيما همشوا وقتلوا وجوعوا هما يداويو في فرنسا وتزيريين ما عندهمش الدروة، هما ياكلوا وتزيريين ما عندهمش الدروة، هما يحوسوا وتزيريين ما عندهمش الدروة، هما عندهم دراهم وتزيريين ما عندهمش، هما عندهم كلش، والجزائري الشعبي ما عنده والو. 19 سنة فيها بركة وعندها الحق. الاستعمار تاعكم أكثر من الاستعمار تاع فرنسا. الله لا يتربحكم وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم.